هنكمل الموضوع. لو انا تخيلت ان عندي مستوى اكس واي، وهاخد element واقع في نفس المستوى كده، الاليمنت ده عرضه دي اكس وارتفاعه دي واي، ده element يعني زي اريا سطح كده، كأن المستوى اكس واي ده هو مستوى الشاشة الأفقي اكس والرأسي واي، والعمودي على الشاشة اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ زد، يعني محور زد ده العمودي على الشاشة، ومحور زد ده بيبقى في اتجاه الايه؟ الرؤية، في اتجاه الايه؟ الرؤية. وبالتالي انا بقول على المستوى ده بسميه كده، بسميه اكس واي بلين، اكس واي. نعم، في حاجة؟ ده المستوى ده اسمه اكس واي، او ساعات نسميه ايه، ممكن اغير الاسم كده واسميه زد بلين. يعني انا بسميه اكس واي على اساس ان هو واقع فعلا في المستوى اكس واي، وساعات بيسموه زد بلين لان الزد هو العمودي على الايه؟ هو العمودي على المستوى. يعني اما ان انا اسمي المستوى بالاكس والواي، او اسميه بالعمود عليه، اسميه بالعمود عليه، لان انا عشان اشوف المستوى ده كويس لازم يبقى اتجاه نظري عمودي على الايه؟ على المستوى. فبكون انا فعلا كان الفيو دايركشن هو مين؟ كان الفيو دايركشن هو الايه؟ هو الزد. فدايما المستوى بيسمى بالعمودي عليه، العمودي على المستوى. طيب في الاتجاه الثالث انا هاخد عرض يونت، يعني ده عباره عن مستوى السمك بتاعه يساوي الوحده في الاتجاه الايه؟ العمودي اللي انا مش شايفه، بقى عندي دي اكس دي واي في واحد، ده لو انت عاوز تحسب الايه؟ الفوليوم، بقى دي اكس دي واي في ايه؟ في واحد. لكن طبعا انا هنا شغال دلوقتي في مستوى، فانا لما برسم المسقط ما بشوفش الثيكنس، بشوف ايه؟ هشوف بس الافقي اللي هو الدي اكس، وهشوف الايه؟ الراسي اللي هو الدي واي. طيب المستوى ده ممكن لو انا اثرت عليه كده بستريس، الستريس ده بقى نورمال ولا شير؟ يبقى انا لو انا عاوز اسمي ستريسز كده هقسمها نوعين، هيبقى عندي في نورمال وعندي شير، في نورمال ستريسز وفي شير ستريسز. يبقى ده اسميه سيجما اكس، سيجما ايه؟ اكس. ليه؟ الستريس بيأثر فين؟ في اتجاه اكس، لو ده ايه؟ اكس. واحيان كتير بنسمي الحركة اللي مع اكس يو، ونسمي الحركة اللي مع واي ايه؟ في، والحركة اللي مع زد بنسميها ايه؟ دبليو. ولذلك هتلاقي في الكود الامريكي، في الاي سي اي كود، هيسمي الشير فورس كابيتال ايه؟ في. ليه؟ عشان في اتجاه ايه؟ في اتجاه الفي. احنا بنسميها ايه؟ كابيتال ايه؟ كيو كده يعني. طيب ممكن في نفس الوقت يبقى عندي ايه؟ ستريسز فين؟ سيجما ايه؟ في اتجاه واي. سيجما اكس ده نورمال، وسيجما واي ده نورمال. نورمال يعني ايه؟ عمودي على السطح. طب فين السطح اصلا اللي اكس بيأثر عليه؟ انا مش شايف سطح. لا، لو انت رسمت السايد فيو، لو رسمت السايد فيو، لو حبينا نشوف الستريس سيجما اكس ده
على سطح يعني، لان الاستريس بيأثر على اريا. فانا هرسم العرض اللي هو اليونت، هرسم الايه اليونت، وبالتالي يبقى الاستريس بيأثر فين؟ على الاريا. يبقى سيجما اكس بيأثر على اريا اللي هي ايه بقى؟ دي واي مضروب في كام؟ مضروب في واحد. بس انا لما بعمل اسقاط مش هشوف ايه؟ مش هشوف كل الاسهم، لا ده كل مجموعه اسهم مداريه بعضها، فباين سهم ايه؟ باين سهم واحد. لكن في النهايه ده ستريس بس بيأثر على السطح الايه؟ الجانبي. فعشان يعرفني او يعني تبقى المعلومات واضحه شويه، قال لك انا هسميه سيجما اكس اكس. يبقى ما ينفعش الاستريس يبقى الرمز بتاعه رمز واحد، لا لازم ايه؟ لازم رمزين، اكس اكس. اكس الثانيه تعني اتجاه الاستريس، اتجاهه. يبقى الاكس اللي هي رقم اثنين او الحرف رقم اثنين ده اتجاه الاستريس، والاستريس افقي مظبوط. طب الاكس الاولانيه ده العمود على السطح اللي الاستريس بيأثر فيه، ده العمود على السطح. طب فين السطح؟ ده عباره عن السطح. طب لو انا اخدت عمود على السطح ده يطلع مين؟ يطلع محور ايه؟ محور اكس. طيب لو انا رحت لسيجما واي اسميه ايه بقى؟ يبقى سيجما واي وايه؟ سيجما واي واي. ليه؟ الواي الثانيه معناها ان هو اتجاه الاستريس، والواي الاولانيه السطح اللي الاستريس بيأثر ايه؟ عليه. ففعلا الاستريس هنا ده السطح ده، يبقى العمود عليه هو محور ايه؟ واي. بقى عندي نورمال ستريسز سيجما اكس وسيجما واي، هو المفروض اسميها سيجما اكس اكس وسيجما واي واي، لكن مجازا نسميها سيجما اكس وسيجما ايه؟ وسيجما واي. طيب لو انا عندي شير بقى، عندي شير ستريسز، فعندي مثلا تاو اللي هو شير ستريس، هنقول مثلا تاو اكس واي. ما انا قلت بقى الاستريس لازم يبقى يتعرف بكام رمز؟ برمزين. لما انا اقول الواي دي تعني ان الشير ده راسي ولا افقي؟ راسي. تعني ان الشير ايه؟ راسي. طب بيأثر على انه سطح؟ يبقى بيأثر. يبقى ارسم كده الاستريس كده، يبقى اقول ده تاو اكس واي، بمعنى ان انا لو رسمت السطح، لان هو ده السطح اللي عمودي على مين؟ على اكس. لو انا عاوز ارسم الاستريس كشير هرسم شويه خطوط كتيره كده متوزعه على ايه؟ متوزعه على السطح، بس الاستريس نفسه او الشير او الاستريس بتاع الشير موازي للسطح، انما النورمال من المسمى بتاعه عمودي على الايه؟ عمودي على السطح. انما الشير ستريس هيبقى موازي للايه؟ للسطح. لكن مجموعه الاسهم الكتيره ديت لو انت بقى بتبص كاسقاط هتشوفها كلها كانها خط ايه؟ كانها خط راسي. لكن لازم هنا كان لازم اقول تاو اكس واي. واي يعني الشير راسي، اكس يعني بيأثر على السطح اللي العمودي عليه محور ايه؟ محور اكس. طيب لو انا عاوز اعمل بقى ايه؟ اعمل الشير كده، يبقى ده اسمه ايه الشير ده؟ اسمه ايه بقى الشير دوت؟ تاو ايه؟ واي اكس. تاو واي اكس. ليه؟ لانه اتجاهه اكس وبيأثر في المستوى اللي هو افقي، يبقى العمودي على المستوى مين؟ العمودي على المستوى واي. يبقى في نورمال ستريسز عموديه على السطح، وفي شير ستريسز هتبقى موازيه للايه؟ للسطح. فهيبقى في شير افقي وفي شير ايه؟ وفي شير راسي. طيب الوحدات بقى بتاع الاستريس، لو انا عاوز اديله وحده اقول ايه؟ وحده الاستريس عباره عن ايه؟ فورس بير ايه؟ بير يونت اريا. فورس بير يونت اريا. طيب يبقى انا عندي دلوقتي اقدر كده اعمل هنا سيجما اكس واعمل هنا سيجما واي واعمل كده شير، وطبعا الشير ايه؟ لو سميت انا ده تاو
اكس واي يبقى ده اسمه تاو ايه؟ واي اكس. لو انا طبعا وقفت في المنتصف هنا وخدت العزوم، المفروض العزوم يطلع بكام؟ يطلع بصفر صح؟ والا الاليمنت ده يحصل له ايه؟ هيلف، لكن هو مش هيلف، فلازم يطلع الاستريس المومنت. لو سميت النقطه دي سي يبقى سمشن المومنت حوالين سي لازم يطلع بصفر. طيب لو انا واقف عند سي، هل السيجما اكس او السيجما واي هيعمل عزوم؟ هل السيجما اكس او السيجما واي هيعمل عزوم؟ ليه؟ بيتقابلوا في النقطه. طب مين اللي هيعمل عزم؟ الشير. طيب المفروض عشان العزم بتاع الشير يبقى بصفر، ففي عنده قوتين بيعملوا عزم صح؟ في قوتين تانيين هيعملوا عزم ايه؟ عكسه. فعشان العزم يساوي العزم عشان ما يلفش، فبيطلع ان تاو اكس واي بتساوي تاو واي ايه؟ تاو واي اكس. ده شرط عشان ايه ما يلفش؟ لا مش لازم الدي اكس تساوي الدي واي، بس فكر، حول الاسترس لفورس واضرب الفورس في المسافة هتلاقي مفيش مشاكل. جرب بس هتوصل ان شاء الله. طيب دي كلها اسمها ستريسز، بس في نورمال ستريسز وفي شير ستريسز. طيب طالما في ستريسز يبقى على طول في ايه؟ اوتوماتيكلي اقول يبقى في سترينز. في ستريس في سترين. طيب زي ما في نورمال ستريس يبقى في نورمال ايه؟ نورمال سترين. وزي ما في شير ستريس يبقى برضه في شير ايه؟ في شير سترين. طيب النورمال ستريس هيعمل ايه؟ لو ده الاليمنت واثرت عليه بنورمال ستريس سيجما اكس، يبقى هيحصل نورمال سترين. ازاي؟ العنصر ده يحصل له ايه نتيجه الاستريس؟ يحصل له سترين. السترين المقابل اللي هو ابسلون اكس، اللي هو هيبقى التغير في الطول على الطول الايه؟ الاصل، يحصل استطاله. وسيجما واي برضه هيعمل ايه؟ سترين تاني. طب وفي الاخر لو حبينا نرسم العلاقه ما بين الاستريس النورمال وما بين الاسترين النورمال، طلعت سي خط وقلنا ميل الخط يساوي كام؟ يساوي ايه؟ طب الشير بقى هيعمل ايه؟ شير سترين. شير ستريس هيعمل شير ايه؟ شير سترين. لما انا اثر على العنصر بشير ستريس هلاقي العنصر هيحصل له تشوه، هياخد الشكل دوت، فيقوم يتكون شير سترين. شير سترين اللي هو الزاويه، شير سترين اللي هو التغير اللي حصل للزاويه اللي كانت 90، ده شير سترين. يبقى انا عندي شير ستريس اللي هو تاو نتج عنه شير سترين، بس لاحظ التغير في الشكل نتيجه النورمال ونتيجه الشير. ايضا لو انا رسمت العلاقه هحط ستريس فوق وسترين تحت، هيطلع برضو زي العلاقه خطيه، فيطلع برضو ايه؟ في ميل للخط اللي هو مين بقى في الحاله ديت؟ اللي هو الجي اللي هو الشير ايه مودولس ده، لو المقام بايه؟ بواحد. يبقى في نورمال ستريس ونورمال سترين، في شير ستريس وفي شير سترين، وفي الاخر خالص وجدوا ان في علاقه ما بين المودولس اللي هو الجي والاي، جابوا علاقه بينهم. العلاقه دي يمكن احنا المره اللي فاتت كتبناها خطا، هي عباره عن الجي بتساوي الاي على واحد على اثنين افتح قوس واحد زائد النيو. تقريبا في الخرسانه بتطلع 4/10 الاي، يعني في الكونكريت لو عوضت بالنيو ب 2/10 فبيطلع الشير مودلس 4/10 من مين؟ من الايه؟ يعني ممكن تاخدها على طول كده 4/10، او لو عوضت هتطلع تقريبا ايه؟ 4/10 تقريبا 4/10.
طيب انا بس يمكن الهدف من الكلام دوت هنوصل له تاني مع الايتابس دلوقتي. في بقى جم عملوا حاجه تانية، قال لك ايه، في قوه هنا نسميها اف واحد واحد، وفي قوه هنا نسميها اف اتنين اتنين. القوه اف واحد واحد دي مش ستريس، لا ده فورس بير يونت لينس. كانك ضربت الاستريس في ايه، في اريا، في الطول ولا في العرض؟ لا، ما هو الفرصة قدامي هتبقى عامله كده كانها متوزعه، ايه متوزعه كده، يبقى تتضرب في مين، في العرض. يبقى بير يونت ايه، بير يونت لينس. بس هي في النهايه كانها تعبر عن مين، يعني هي والسيجما اكس كانهم حاجه ايه، كانهم حاجه واحده. يبقى الاف واحد واحد دي عموديه والاف اتنين اتنين عموديه. طيب ده يبقى اسمه ايه بقى، بنفس المنطق يبقى اسمه اف واحد ايه اتنين، لانه في اتجاه مين، اتنين، ويؤثر على انه سطح، السطح العمودي على مين، العمودي على واحد. مظبوط. فاحنا هنشوف دلوقتي في الايتابس ان هو كاتب اف واحد واحد، اف واحد اتنين، اف اتنين اتنين، فبقى عارف ان الاف واحد واحد ده نورمال، وهو بالظبط جاي من النورمال ستريس، بس ضرب في ايه، في بعد، عشان بدل ما يبقى بير يونت اريا يبقى بير يونت ايه، بير يونت لينس. طيب كل بقى اللي فات ده ايه العلاقه ما بين المساله اللي هي كده، وقف المستوى اكس واي ده مستوى، وكل الفورسز اللي انا رسمتها لغايه دلوقتي وقع في نفس المستوى ولا عموديه على المستوى، سيجما اكس اكس، سيجما واي واي، تاو، او اف واحد واحد، اف اتنين اتنين، او اف واحد اتنين. لو انا برسم اسقاط قدامي كده، كل الفورسز اللي فاتت دي او الاستريسز عموديه على المستوى ولا وقع في نفس المستوى، وقع في نفس المستوى، يبقى في الحاله دي اقول عليها بقى ممبرين ولا اقول عليها بيندنج، اقول عليها ممبرين فورسز ولا بيندنج فورسز؟ ممبرين. ليه؟ لان هي واقعه فين، واقعه في نفس المستوى، والديفورمد شيب هيظل واقع في مستوى الشاشه، سواء كان حصل فيه استطاله، سواء حصل فيه بقى تشوه، بقى شكل متوازي الاضلاع، الشكل بتاع المساله هي ظل واقع في نفس الايه، في نفس المستوى. احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا عندي مسالتين، عندي مساله سي، عندي بليت كده على اربعه سبورتس مثلا، وحطيت عليه احمال راسيه كده، وعندي نفس البليت وحطيت عليه احمال وقع في نفس المستوى، فلو انا بوصف الفورسز هنا بقول عليها ان بلين ولا اوت اوف بلين، يبقى الفورسز خارج المستوى، بلين يعني مستوى، مستوى المساله. طبعا انا هنا رسمت المستوى، المساله في مستوى افقي مش هتفرق، لكن هو مستوى، لكن الاحمال هنا خارج المستوى، لكن المساله الثانيه الاحمال وقع فين، ان بلين فورسز، ديت اوت اوف بلين ايه فورسز. طيب انا لما اثر باحمال خارج مستوى المساله، عندي بليت افقي على اربع ركائز بلاطه باكيه في سقف والاحمال راسيه، ايه اللي هيحصل للباكيه بعد تأثير الحمل؟ هتظل الباكية في نفس المستوى الأفقي ولا هتهبط وتسيب المستوى وتخرج بره المستوى؟ هتخرج بره المستوى، وبالتالي هيحصل إيه؟ هيحصل بيندنج. هيحصل إيه؟ بيندنج. لو ده إسقاط بعد شوية، ده الديفورمد شيب، فحصل ديفليكشن وروتيشن، ومستوى المسألة اتغير، بدل ما كانت المسألة في مستوى أفقي
لا البليت، البليت ايه بدل ما كان في المستوى دوت، البليت بقى عامل كده فخرج عن مستواه الاصلي، حصل له ايه؟ بندنج. فده بالنسبه لي اسمه بليت، بالنسبه لي اسمه بليت، ولان الاحمال خارج مستواه حصل له ايه؟ حصل له ايه البليت؟ حصل له بندنج. فالنوع ده من المسائل يطلق عليه مسمى بليت بندنج، بليت حصل له بندنج. واحيانا يقوموا يقولوا فقط عليه ايه؟ بليت، لانه بما انه بليت يبقى الاحمال خارج مستواه، يبقى هيحصل له ايه؟ هيحصل له بندنج، فممكن اقول بليت. فلما اقول مصطلح بليت يبقى اعني ان الاحمال خارج مستواه، واعني انه هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ بندنج. ده بالنسبه للوضع دوت. طيب الوضع الثاني بقى لما كانت الفورسز واقعه في المستوى، فبقول عليها ممبرين ايه؟ بقول عليها ممبرين فورسز. ليه؟ لان هي واقعه في الجسم، ماشيه في الايه؟ ماشيه في مستوى الجسم بتاع المساله. طيب المستوى بتاع المساله ده يحصل له ايه بعد تاثير الاحمال؟ هيحصل يا استطاله يا انكماش على حسب القوه، ضغط او شد. لكن هل المستوى الورقه دي بعد ما تطول او تقصر، هل بتغير المستوى ولا بتظل في نفس الايه؟ بتظل في نفس الايه؟ بتظل في نفس الايه؟ المستوى. فالنوع ده من المسائل هنقول عليه ميمبرين، هنقول عليه ميمبرين. طيب ما انا عندي حاجات كتيره في الواقع العملي. لو انا عندي ديب بيم مثلا، لو انا عندي ديب بيم، الديب بيم ديت انا بحولها لاريا. طيب ما هي بقت حاجه واقعه في المستوى اكس واي، وحاطط انا هنا سبورت، السبورت اصلا واقع في نفس المستوى اكس واي، وحطيت فوق كده يونيفورم لود دبليو بالكيلو نيوتن على المتر. كل الاحمال المستوى بتاع المساله الباوندري كونديشنز اللي هي السبورتس، عندي ثلاث حاجات: المساله والاحمال والرياكشنز، لان الرياكشن بالنسبه لي كانه حمل بس اتجاهه معكوس. كل المجموعه وقع في مستوى اللي هو مستوى الايه؟ مستوى الشاشه. يبقى الاحمال نمره واحد، الاحمال، يبقى المساله، كل ده في نفس الايه؟ في نفس المستوى. طب الديفورمد شيب، الديفورمد شيب بعد شويه هيحصل كده، هيحصل الديفورمد شيب ما انا رسم المساله في مستوى والاحمال في نفس المستوى، بعد شويه سي ان هيحصل كده مثلا. هيحصل كده الشكل الجديد اهوت، حصل فيه انحناءات وحصل فيه ديفليكشن، لكن الشكل الجديد ده ديفورمد شيب. هل ساب مستوى الشاشه؟ ما سابش مستوى الشاشه، مع ان في شكل انحناء، ايه المشكله؟ بس ما زال واقع في مستوى الايه؟ في مستوى الشاشه. يبقى الديفورمد شيب ما خرجش بره مستوى المساله، يبقى المساله دهيت تبقى مساله اسمها ميمبرين. ما تقوليش بقى ده في انحناء، لا هو الشكل اتغير وخد اي ديفورمد شيب، لكن مازال واقع في مستوى الايه؟ الاصلي للمساله. يبقى المساله في مستوى، والاحمال في مستوى المساله، والديفورمد شيب ايا كان شكله مازال في مستوى الايه؟ المساله. يبقى المساله دي اسمها ميمبرين، المساله دي اسمها ايه؟ اسمها ميمبرين. لكن لو انا عندي بلاطه سقف، لو عندي بلاطه سقف وبعد شويه هلاقي البلاطه هيحصل لها ديفورميشنز بالشكل ده، اخذت شكل الطبق، الديفورمد شيب اللي كان واقع في مستوى افقي خرج بره مستوى المساله، فحصل ايه؟ بيندنج، حصل ايه؟ ديفليكشن وروتيشن. يبقى المساله دي اسمها بليت. طبعا لو انا جمعت الاثنين، لو انا جمعت الاثنين
لو المسألة بقى فيها النوعين من الأحمال وحصل فيها الوضعين، يبقى المسألة أقول عليها إيه؟ أقول عليها شل. يبقى الشل ده هو الجنرال كيس، حالة خاصة منه إن أنا أحذف منه حاجة يبقى بليت، حالة خاصة تانية إن أنا أحذف منه نوع تاني يبقى إيه؟ يبقى ممبرين. وكأن الشل ده مكان في يعني مكانين، مكان أقدر أدخل فيه out of plane forces، خانة أقدر أدخل فيها الأحمال اللي هي خارج مستوى المسألة، وعندي خانة تانية أقدر أدخل فيها ال in plane forces، يبقى ده الشل. طيب لو أنا حذفت من الخانتين دول الخانة اللي على اليمين، تبقى المسألة اسمها إيه؟ تبقى اسمها بليت. طب لو أنا حذفت الخانة اللي على الشمال، يبقى المسألة اسمها إيه؟ المسألة اسمها ممبرين. طيب لو المسألة اللي عندي بليت، لو كانت المسألة اللي عندي بليت وانت رحت تشتغل في وضع الخانة اليمين مقفولة، هنسمي الخانة ديت بتاعت الاوت وديت بتاعت الان، وكان المسألة بليت، تمشي المسألة ولا مش هتمشي؟ لو الخانة بتاعت الاوت اوف بلين مقفولة والمسألة بليت والخانة المفتوحة بتاعت الان بلين، مسألة مش هتتحل، لان الكمبيوتر طالما سميت له المسألة بليت يبقى عاوز الاحمال عمودية على المسألة. انت رحت تحط الاحمال في الخانة بتاعت الان مش هيشوفها، مش هيحل الايه؟ المسألة. لكن لما بيبقى عندي انا المسألة بقى بليت من برين شل، وخدت الوضع اللي الخانتين مفتوحين فيه، فخلاص عندي لو حطيت في الخانة دي تمشي، حطيت في دي تمشي. واضحة؟ مسألة واضحة ولا محتاجة لسه توضيح؟ ده المسألة ايه؟ المسألة ايه؟ واضحة. طيب لو انا خدت مثال تاني زي الشير وولز، عندي شير وول، شير وول، الشير وولز ليها نوعين، في نوع اسمه بلانر اللي هو في الأفق بيبقى مستطيل وفي الرأس بيبقى عبارة عن بلان، يعني لما ترسم الإسقاط في الرأس يبقى عندك مستوى فقط. وفي نوع تاني من الشير وولز اسمه 3 دي اسمبلي، بقيت الكلمة بس يعني ايه؟ بجمع انا اجزاء كده زي حرف ال او حرف السي، بقى عندي كذا واحدة من اللي هو البلانر، كذا جناح، بس لما جمعتهم مع بعض عملت اسمبلي تجميع، عملوا في الفراغ ايه؟ شكل في 3 دي. انما البلانر ده يترسم في الايه؟ في ال 2 دي فقط. طيب الشير وول دي ليها محورين، محور ويك بنسميه ويك اكسس، ليه؟ لان الانيرشيا حوالين اكس اكس تقريبا تساوي صفر، وعندي محور تاني اللي هو الواي، فالانيرشيا حوالين الواي واي كبيره جدا، فالواي ده بنسميه سترونج والاكس بنسميه ويك ضعيف جدا. فانا لو عاوز استفيد بالحائط، لو عاوز استفيد بالحائط فاقوم احمل الحائط بحيث المقاومه بتاعتها تبقى على السترونج اكسس، ما ينفعش احمل الحائط ديت في الاتجاه الاخر، ما ينفعش احط اللود كده عمودي على الحيطه، لا ده الصح ده خطأ. ليه؟ لأن ده مش هتلحق تقاوم لأن الإنيرشيا تقريبا بصفر. طيب أنا لما حملتها في الشكل ده أصبحت الحائط واقع في مستوى اللي هو زي مستوى الشاشة اللي هو الإكس واي، والأحمال هنا اسمها إف إكس، واقعة في نفس مستوى الإيه؟ الحائط. وممكن كمان لو الحائط ده ثلاث أدوار هيبقى عندي حمل رأسي اللي هو ايه؟ سي الديد
زائد اللايف اللي هو الديد زائد اللايف اللي جاي من كل سقف. طيب لو الاحمال بتاعت الرياح او الزلازل هسميها اف اكس، طب الاحمال بتاعت الديد واللايف هسميها ايه؟ هسميها اف واي، هسميها اف واي. يبقى المساله الاولانيه المساله واقعه في مستوى اللي هو مستوى الشاشه اللي هو المستوى اكس واي، والاحمال واقعه فين؟ في نفس مستوى الايه؟ المساله. يبقى المساله الاولانيه ديت اسميها ايه؟ ممبرين ولا بليت ولا شيل؟ تمشي ممبرين، صح؟ تمشي ممبرين. ليه؟ لان الاحمال واقعه في مستوى اللي هو مستوى المساله. طب والديفورمد شيب بعد ما الاحمال دي تاثر على المساله، هل الديفورمد شيب ده هيخرج بره مستوى الشاشه؟ لا مش هيخرج، هيظل رغم ان هو هينحني. يعني دايما بعضنا بيبقى متشكك لان الديفورمد شيب بيعمل كده. هو الديفورمد شيب شكله انحنى لكن مازال واقع في مستوى الورقه، فيبقى المساله دي ممبرين. طيب ينفع تتسمى بليت؟ لا ما ينفعش لان مفيش احمال خارج مستوى الايه؟ المساله. طب ينفع امشيها شل؟ ينفع امشيها شل؟ ينفع امشيها شل، بس لما امشيها شل الخانه اللي هيتحط فيها احمال عموديه على المساله هتبقى خانه ايه؟ فاضيه، مفيش فيها حاجه، مش مستعمله. طب ايه اللي يخليني بقى اجيب خانه واسيبها فاضيه؟ طب ما كان الاحسن ليا اشتغل ممبرين واوفر خانه، اوفر حيز. ماشي؟ طيب لو انا بقى حملت الشير وول دي في الاتجاه الثاني، طب واحد يقول لي طب ما الاتجاه الثاني اصلا فيه احمال رياح وزلازل، وبالتالي هيبقى فيه قوه افقيه في الاتجاه العمودي، بس الحيطه مش هتساهم في ان هي تشيل القيمه ديت لان الحائط ضعيف وانا ههمل مقاومتها في الاتجاه الثاني. بس افرض ان انا مش عاوز اهمل، اقول هسيبها تشيل على قد ما تشيل. يبقى في الحاله ديت يبقى المناسب ايه بقى؟ لو انا افترضت ان انا هسيبها تقاوم ولو جزء بسيط في الاتجاه العمودي على اتجاه الشاشه، يبقى في الحاله دي ما ينفعش ان انا اخد ايه بقى؟ ما ينفعش ان انا اشتغل ايه؟ ممبرين هنا ما ينفعش، ولا بليت ينفع. في الحاله دي لازم اشتغل ايه؟ لازم اشتغل شيل، لان بقى عندي كم نوع من الاحمال؟ عندي نوعين، واحد واقع في مستوى المساله اللي هو ممبرين، والحمل الثاني اللي هو عمودي على المساله اللي هو الايه؟ اللي هو الاوت اوف بلين. يبقى المناسب دايما ان انا اختار النوع اللي هو الايه؟ شيل. ان جنرال اختيار الشيل ماشي مع اي حاجه، لكن لو انا عاوز ابسط ممكن اختار ممبرين لو الاحمال وقع في مستوى الايه؟ المساله، وممكن اختار بليت لو الاحمال عموديه على ايه؟ على مستوى المساله. طب لو انا رحت بقى لبلاطه السقف، لو انا عندي بلاطه سقف، بلاطه كبيره كده، ده السقف بتاع المساله، وعندي اعمده بقى كتير كده، وعندي شير وولز وكده، وطبعا انا هنا الاحمال بالنسبه لي في الغالب بتبقى احمال راسيه ديد ولايف، فاصبح عندي هنا مساله في مستوى افقي، ده بليت السقف ده عباره عن بليت واقع في مستوى افقي، والاحمال واقعه فين؟ خارج مستوى المساله. يبقى في الحاله دي ممكن اقول ايه؟ اقول بليت مثلا، لكن ممبرين ينفع؟ ما ينفعش ممبرين هنا، لكن بيرجع يدخل عندي مين بقى؟ احمال الرياح والايه؟ احمال الرياح والزلازل افقيه في اتجاه اكس في اتجاه واي على حسب كل مره، ومره بتعكس وكده. ففي الحاله ديت بقى عندي نوعين من الايه؟ من الاحمال، فاصبح الحل هنا بقى ما عادش ينفع. يبقى الحل الجديد ان انا اختار ايه؟ اختار شيل. ليه؟ لبقى عندي ايه؟ احمال اوت اوف بلين واحمال ان بلين، فيبقى الحل المناسب يبقى شيل. يبقى ان جنرال كده في اي مساله تقابلني في اي مكان، لو انا اخترت الاختيار اللي هو شيل يبقى الاختيار بتاعي يمشي، لكن لو المساله ينفع تتبسط لبليت او ممبرين مفيش مانع ان انا ايه؟ ابسطها. ولذلك الاختيار جوه الايتابس الديفولت على ايه؟ الديفولت على شيل، وبالتالي الناس شغاله لان الديفولت يسع كل الاحوال، وبالتالي مفيش مشاكل، وبالتالي يمشي مع اي ايه؟ مع اي وضع. لكن لو انا عاوز اغير من شيل
البليت او الممبرين لازم اكون المساله قدامي وشوف المساله وشوف الاحمال هل هي واقعه في المستوى يبقى ممبرين لو خارج المستوى يبقى ايه شيل لو خارج وداخل المستوى يبقى احنا قلنا ممبرين وبليت ولو الاثنين يبقى ايه ولو الاثنين يكون شيل وكده نيجي بقى كان في جزء برضو اللي هو بتاع الستيفنس موديفايرز احنا قلنا لو الخرسانة كلها شغالة انا طبعا بيبقى عندي مسألة والمسألة عليها حمل وهرسم المومنت والمومنت ده هسميه الام ابلايد ده المومنت اللي جاي من اللود فقمت حاطط المومنت على المساله ام اي على اساس ان انا لما خدت قطاع في المساله اكس اكس كان القطاع عباره عن مستطيل عرضه بي وارتفاعه تي بي وتي فطبعا المومنت هيعمل كومبريشن وايه طبعا هفترض ان في حديد اي اس المومنت هيعمل كومبريشن وتنشن فانا قمت حاسب الكومبريشن ستريس والتنشن وانا قلت المومنت صغير لسه قيمته صغيره فاهملت الحديد وقمت معوض في المعادله اف تساوي الام على الاي في الواي عشان احسب منها الايه توزيع الاسترس طيب فين المومنت يبقى اللي هو الام ابلايد اللي جاي من الاحمال وفين الاي اجيب البي في التي تكعيب على 12 ده معنى ايه ان انا واخد كل الايه القطاع واهملت مين الحديد ولذلك بنقول على المومنت ده جروس جروس يعني ايه في نت وفي جروس في نت وفي جروس يعني جروس نت يعني ان انا واخد كل القطاع كل القطاع والواي هنا هتطلع تساوي ايه بقى التي على كام التي على 2 فقمت طلعت قيمه للاف سي وطلعت قيمه للاف تي طيب الخرسانه هتعمل ايه الخرسانه لها مقاومه عاليه جدا فين في الضغط ولسه الاحمال صغيره وانا قلت عاوز اشوف الخرسانه هتشيل التنشن اللي جاي لها من المومنت ولا لا فقال والله انا هعمل اختبار ثلاث اختبارات للخرسانه في الشد مباشر فطلعت الاف تي داش غير مباشر فخدت الشد البرازيلي فطلعت الاف سبليتنج او عملت الاختبار بتاع الانحناء اللي هو حطيت حمل على التلت والتلت فطلعت حاجه اسمها الاف سي تي ار يبقى الاف سي تي ار ده ليه معادله في الكود فانكشن في جذر الاف سي دي مقاومه الخرسانه في الشد طيب لو الاف تي دوت اقل من او الاف سي تي ار يبقى معناها الفرض بتاعي ايه صح والخرسانه كلها شغاله وبتشيل تنشن لان لسه ما عدتش الايه الحدود طيب لو حصل ان وانا بحسب لقيت ان الاف تي اللي طالع من الحسابات اكبر من الاف سي تي ار يبقى ده معناه ايه الخرسانه هتشرخ هتشرخ مش هتقدر تشيل فاقوم في الحاله دي اقول لا يبقى اللي هيشيل الجزء اللي فوق واللي تحت هيبقى حديد وبالتالي هحسب المسافه سي وبالتالي هحسب انيرشيا جديده اسمها الاي كراك مين اللي بيحسب الانيرشيا الجديده الكومبريشن مع الحديد ويطلع اقل من مين من الاي ايه اقل من الاي جروس هنحسب نيوترال اكسس جديد انا طبعا في الحاله ديت هضطر بقى امسح الايه امسح الدياجرام واغير الدياجرام يبقى عندي فيه كومبريشن وطبعا تحت منقط بقى مفيش ستريسز لان الخرسانه مش هتشيل ايه مش هتشيل التنشن يبقى مين اللي هيشيل التنشن يبقى الحديد هو اللي هيشيل التنشن فانا هحسب الايه الاي جروس
طيب بعد كده قالوا يبقى عندنا اي جروس سوري واي كراك. قال لك طيب ما هي الكاميرا عليها مومنت، والمومنت اللي عمل الاي كراك اللي في النص، لكن الشويه دول لسه ما وصلوش، والشويه دول لسه ما وصلوش، فالشويه المتعشرين دول عندهم اي جروس، ودول عندهم اي جروس، لكن الشويه اللي في النص دول الخرسانه شرخت فحسب الاي كراك. فقال طيب ما انا عاوز بقى احسب حاجه افريج، فشال الاي كراك والاي جروس وحسب الاي افكتيف اللي هو هيساوي معادله من الاي جروس زائد جزء من الاي كراك، وبالتالي ده اللي احنا هنشتغل عليه، ده اللي احنا هنشتغل عليه. طيب قال لك طب ما انا هروح احل المساله، احلها بالاتابس، هروح احل المساله بالاتابس، وعندي بلاطات وعندي اعمده وعندي وولز وعندي بيمز، وانت قلت لي دلوقتي في اي جروس وفي اي كراك وفي اي افكتيف. طب انا اعرف منين ان الجزء ده شرخ او لسه؟ اعرف منين انه واحد في دول هيشتغل؟ فقال والله خلاص يبقى احنا العمليه بقى عاوز اخد بقى قطاع قطاع في المساله، واجيب المومنت واعوض في المعادله واجيب الاف سي تي ار، واقعد بقى اشيك على كل قطاع وشوفوا اقل من او يساوي هيوصل ولا مش هيوصل. فقالوا لا ده احنا الموضوع ده متعب وهياخد وقت ومجهود، طب ما احنا من الاول خالص نشتغل على حاجه اسمها الاي افكتيف، وبدل حتى ما اعوض في المعادله لا ده انا هاخد الاي افكتيف ده نسبه من الاي جروس، هاخد الاي افكتيف نسبه من الاي جروس. طب النسبه دي كام؟ قالوا ده معامل تصغير. معامل ايه؟ معامل تصغير. فخلاص قال لك ريح نفسك وخد جدول كده واكتب هنا سلاب وهنا بيم وهنا عمود وهنا وول، بس الوول زي ما قلت قسمناها لايه؟ لخانتين. الف السلاب هضرب في ربع، في البيم 35%، في العمود 7/10، في الوول يا 7/10 يا 35%. يبقى كأن بضرب المعامل دوت اللي هو واحد من دول في الاي جروس، يقوم يديني الاي اي وانا بشتغل على الاي اي. ده حل تقريبي، ده حل ايه؟ حل تقريبي ليس اكثر، لان هم وجدوا عشان احل المساله بالظبط يبقى العمل معقد جدا، فعملوا حل تقريبي. قال لك خلاص خد الاي جروس بس صغره شويه واشتغل عادي، والنتائج هتطلع ايه؟ هتطلع مقبوله. قال لك لو الحائط قريب من العمود هناخد 7/10، لكن لو الحائط قريب في سلوكه من البيمز هناخد كام؟ هناخد 35%. طبعا انا بعيد الكلام دوت لهدف، لان انت لما تروح تدخل الاي اي الاي افكتيف مع الوولز مثلا هتلاقيه جايب لك لستة طويلة عريضة، جايب لك هنا اف واحد واحد اف اتنين اتنين اف واحد اتنين ام واحد واحد ام واحد اتنين ام اتنين اتنين ام واحد اتنين، وبعد كده جايب لك الماس، وبعد كده جايب لك الويت. كأنك لما رحت عشان تحط قيمة اللي هي الاي افكتيف للحائط اما 7/10 من الاي جروس او 35% من الاي جروس، سي ان انا استقريت على 7/10، طب احط 7/10 فين؟ ده هو جايب لي كام خانة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 خانات. طب احط الثمان خانات ب7/10، ولا احط اول ثلاثة ب7/10، ولا احط الستة ب7/10؟ ما انا محتار. نفس الكلام لما تروح للبيمز هتلاقي فيه 8 اسئلة، لما تروح للسلابس فيه 8 اسئلة. طب اخفض مين؟ اخفض مين؟
طيب لو انا رجعت على الثلاثه القدامانيين دول، انا من شويه قلت يعني ايه اف 1 1 واف 2 2 واف 1 2، فاكرين لما احنا رسمنا الاليمنت دوت كان اف 1 1 افقي واف 2 2 راسي واف 1 2 اللي هو مين؟ الشير. لكن الثلاثه دول واقعين في مستوى المساله ولا خارج مستوى المساله؟ واقعين في مستوى المساله، يبقى ممبرين ولا بيندنج؟ ممبرين. وهم فين؟ وهم الثلاثه دول. طيب انا لما باجي احمل الشير وول دي بحملها على السترونج اكسس ولا على الويك اكسس؟ وبهمل مين؟ الويك. وبالتالي الاحمال بتبقى افقيه واحمال راسيه اللي هي الديد واللايف. طب الاحمال اللي قدامك ايه علاقتها بالاحمال اللي فوق؟ تبقى ممبرين ولا بيندنج؟ الاحمال دي هتعمل ممبرين ستريسز ولا بيندنج ستريسز؟ هتعمل ممبرين. يبقى انا اخفض ايه؟ اخفض اقول 7 من 10 7 من 10 7 من 10 منطقي. طيب الثلاثه التانيين دول اللي هم ايه بقى؟ الام 1 1 والام 2 2 والام 1 2، دول عباره عن ايه؟ ممبرين ولا بيندنج؟ بيندنج. يبقى اخصهم انه اتجاه؟ الاتجاه الايه؟ الاتجاه الثاني. يخصهم الاتجاه الثاني. طب لو انا مش عاوز الاتجاه الثاني ده يشيل خالص، اعمل ايه في الثلاثه دول؟ اخليهم بصفر. ده معناها ان انا بقول للحائط ليك اتجاه واحد تقوم فيه اللي هو السترونج، والناحيه الثانيه ما تشيلش حاجه خالص لانه ضعيف، فانا هخليه بصفر. بس مفيش حاجه اسمها صفر، لو حطيت صفر هيعمل مشكله، فخليه رقم ايه؟ سي مثلا ايه؟ واحد مثلا من 100 او واحد من 1000 او واحد من 10000. كاني خليت الستيفنس او الانيرشيا في الناحيه الثانيه ديت بزيرو، يبقى مش هتشيل خالص في الناحيه الثانيه. يبقى لما يجي حمل في الاتجاه العمودي هيروح لحد ثاني، هي مش هتشيل. واحد ثاني يقول لي ليه؟ طب ما تشيل، ايه المانع؟ ما هي موجوده، وتشيل وتشيل على قد الاستفنس بتاعتها. فيقول لي لا، يبقى في الحاله ديت اعمل ايه؟ لو انا عاوزها بقى تشتغل وتشيل في الناحيه الثانيه وتشيل على قد الاستفنس بتاعتها، طب ما انا خليها 7 من 10 و7 من 10 و7 من 10، وهي هتشيل، بس هتشيل جزء بسيط، مش عشان ال 7 من 10 لا، عشان الانيرشيا اصلا في الاتجاه الثاني انيرشيا ايه؟ صغيره، لان هي حوالين الويك ايه؟ حوالين الويك اكسس، حوالين الويك اكسس. اللي انا عاوز اوصله لان كان زميلنا سالني المره اللي فاتت موضوع الاستفنس موديفايرز ده، هتسمع فيه كلام كتير وتشوف فيه اراء مختلفه، وتلاقي ناس بتحط السته، ناس بتحط ثلاثه، يعني هتلاقي يعني ايه يعني خلاف، هتلاقي فيه خلاف. لكن كل واحد بيعمل حاجه بيبقى ليه مبرر، بيبقى ليه ايه؟ ليه مبرر. فانا عاوزك لو انت اخذت اي معلومه شوف المبرر، لو المبرر منطقي وهيمشي معاك مفيش مشكله. لكن ممكن يبقى في واحد بيعمل حاجه بيقلد، والتقليد مبني على اساس خاطئ. يبقى الموضوع بتاع الاستفنس موديفايرز ده محتاج بس ان احنا نبدا ندخل على النت ونبحث في الموضوع شويه عشان نوصل في الاخر، يبقى كل واحد فينا عنده قرار، قرار مستقر، بس بيزد على ايه؟ بيزد على شيء صحيح، مش على حاجه ايه وهميه. اكمل انا بقى الاستفنس موديفايرز. في ناس لها منطق تاني، معلش الموضوع ده مهم، ويمكن كل الجزء اللي فات ده هو الهدف منه ان انا اوصل للجزئيه دي. في ناس تانية لها وجهه نظر، يقول لك ايه؟ طب ما انا عندي المبنى دوت، المبنى ده ادوار كتيره جدا، وطبعا كل ما بتنزل لتحت ايه اللي بيحصل لنصيب؟ لو انا برسم النورمال فورس دياجرام بعيدا عن المومنت، يطلع شكله ايه للحائط ده؟ بيزيد كل ما انزل لفين؟ لتحت. ليه؟ كل ما بتنزل عدد الادوار اللي الحيطه شايلها ايه؟ بتكبر، وكمان داخل معاك وزن الايه؟ وزن الحائط. فممكن تحت النورمال
يبقى كومبريشن وكبير جدا. فيعمل ايه لو في كراكس في الحائط وعندي نورمال كومبريشن؟ يعمل ايه في الكراكس؟ يقفلها. فممكن الحائط او العمود هنا يبقى ايه، مفيش فيه كراكس. فممكن في الادوار السفليه ما اعملش تخفيض، ما اضربش في 7/10، اسيبها 1. ليه؟ لان هي بطبيعه الحال مش هتشرخ. لكن في الادوار العلويه مثلا ممكن يبقى النورمال قليل وفي مومنت وفي تنشن وهيحصل كراكس فيبقى عندي. فممكن ناس كده تيجي او واحد يقول لك طب ما انا احل المساله الاول على اساس ان انا اضرب الكل في 7/10، كل الادوار في 7/10، وبعد ما احل المساله اشيك اشوف لغايه فين من الادوار الحوائط مش هتشرخ، واقوم اعيد المساله مره تانية واقول والله اللي تحت ده يبقى في 1 واللي فوق ده يبقى في كام؟ يبقى في 7/10. مش لازم كل الادوار يتخفض، النرش بتاعتها تتخفض لان في ادوار مش هتشرخ فما تتخفضش. معلش قلت سؤال تاني لان انا نسيت يعني. نيجي بقى الموضوع تاني زميلنا اثاره مهم، وده موجود في الكود الامريكي، موجود في الكود الامريكي في شابتر 10. ولذلك انا المره اللي فاتت قلت لك ارجع للكود الامريكي في شابتر 10. الكود الامريكي في شابتر 10 هيقول لك حاجتين. الحاجه الاولانيه هيعرفك ازاي لو عندك شير وولز امتى تاخد ال 35% وامتى تاخد ال 7/10. لو الكراكس عاليه هاخد ال 35%، لو الكراكس قليله هاخد ال 7/10. ده نمره واحد. ان الجزء الثاني للكود الامريكي هيقول لك خد في اعتبارك ايه. لو انا عندي ايرث كويكس ولو انا عندي ويند، ولو انا عندي ويند، في حاجه انا بشيك عليها مهمه جدا لما اجي اصمم اي مبنى. في معامل مهم جدا لازم اشيك عليه، ما ينفعش اكمل ولا اصمم ولا احسب حديد الا اذا عملت تشيك على حاجه اسمها الدريفت. دريفت اللي هو الايه؟ اللي هو جاي من السوي، جاي من السوي. يعني ايه سوي؟ لو عندي فريم بسيط كده دور واحد واثرت عليه بقوه افقيه، ودايما السوي عشان يحصل يبقى لازم يكون عندي قوه افقيه، يبقى لازم يكون في زلازل يكون في ايه رياح، لان في الغالب لو ما فيش قوه افقيه مش هيبقى في سوي الا اذا كان المبنى مش سيمتريك. لكن لو هو سيمتريك او حتى مش سيمتريك هيبقى السوي قليل. لكن انا خاف من السوي لو في احمال افقيه، فالمبنى هيعمل كده. هيحصل ان في ايه؟ هيحصل هنا في مسافه اسمها دلتا، مسافه اسمها دلتا. ده السوي، ده الحركه الافقيه. ده لو دور واحد وانا عندي ارتفاع الدور دوت اتش، لو انا قسمت الدلتا على الاتش فده اسمه الدريفت. ده اسمه الايه؟ اسمه الدريفت. لازم اجيب الريشو دي واعمل عليها تشيك. وفي الكود هيقول لك الحدود المسموح بيها. طب افرض انا عملت تشيك وتعديت الحدود، اعمل ايه؟ اغير الاتش ولا اغير الدلتا؟ اغير الاتش، اقول للراجل خلي الدور بدل 3 متر مترين. ما ينفعش اغير الاتش. اغير مين؟ اصغر الدلتا ولا كبرها؟ اصغرها ازاي؟ ازود الاستفنس. ما ايه اللي يخليه يروح ويجي؟ الانرشا قليله، فاقوم ازود الايه؟ الاستفنس. اكبر الحيطان، ازود الحيطان، اكبر الاعمده، المهم ازود الاستفنس. طيب لما انا باجي شغال في الارث كويكس تبقى الاحمال ايه؟ تبقى الاحمال التمت. يعني انا بشيك على الدريفت مره للزلازل ومره للرياح. فالاحمال بتاعت الزلازل بتبقى التمت. فلما يبقى الحمل التمت تتوقع الشروخ تبقى عاليه ولا قليله؟ تبقى عاليه. فاخد القيم اللي هي 7/10 والربع وال 35% وايه؟ القيم اللي انا قلتها. طيب الكود بيقول لي كمان اعمل تشيك على الدريفت مع الويند. بس الاحمال بتاعت الويند بتكون ايه؟ او التشيك بتاع الدريفت مع الويند بيكون للاحمال الوركينج. طيب ما هي الاحمال الوركينج معناها اقل من الاحمال الالتمت. فلو الشروخ مع الالتمت حجمها كبير
الشروخ مع الوركينج يبقى حجمها ايه؟ اقل. يبقى الشروخ مع الوركينج حجمها ايه؟ اقل. يبقى معناها الموديفايرز، الكود الامريكي يقول لك اضرب القيم بتاعت الموديفايرز. يعني لو انا شغال ايرث كويكس وبعمل تشيك على الدريفت اللي هي دلتا على اتش، فباخد السبعة من عشرة والخمسة وتلاتين من مية والربع. ليه؟ لان الاحمال التمت فالشروخ هتبقى ضخمة، فعندي مبرر ان انا اصغر الانيرشيا بقيمة كبيرة. لكن لو انت عندك ويند وهتعمل تشيك على الدريفت، فبتبقى الاحمال ووركينج، فيبقى الشروخ قيمتها هتقل فالانيرشيا تكبر. فقال لك ايه؟ اضرب السبعة من عشرة والخمسة وتلاتين من مية والربع في واحد على سبعة من عشرة. نعمل ايه لما نضرب القيم دي في واحد على سبعة من عشرة؟ تقوم تطلع كام القيم دي؟ يبقى السبعة من عشرة بقت كام؟ واحد. كأن مفيش ايه؟ مفيش تخفيض. والخمسة وتلاتين من مية تبقى كام؟ نص. والربع تبقى مثلا اي رقم. واضح؟ فكأنه في النهاية بيقول لي الموديفاير يعتمد على قد ايه الشروخ وقد ايه حصل تخفيض للانرشي، انت اللي بتحدد. ولذلك يقول لك ايه؟ حل الموديل مرتين، يعني اعمل مسألة الاتابس مرتين، اعملها واعمل سيف از، ومرة حط موديفايرز تمشي مع الزلازل، وما تعمل سيف از حط موديفايرز تانية مضروبة في واحد على سبعة من عشرة عشان تجيب الدريفت بتاع الويند من واحدة، وتجيب الدريفت بتاع الزلازل ايه من واحدة، وتشيك هنا وهنا، فلازم التشيك يطلع ايه؟ يطلع سيف. واحد تاني يقول ايه؟ ناس تانية تقول ايه؟ انا لما باجي احل المسألة بالإتابس واجيب الرياكشن، العمود ده شايل كام من الإتابس، واحل المسألة بالسيف بلاطة والعمود سبورت مثلا، ده الكلام واحد وده الكلام واحد. لو انت حطيت احمال ديد ولايف بس، سيبك بقى من الزلازل والايه والرياح، مفيش غير الديد واللايف، ورجعت حليت سقف واحد ديد ولايف بالسيف، يعني كل اللي حصل ان انت هنا حليت المسألة ايه؟ مرتين. مرة حليتها بالإتابس فخدت المبنى على بعضيه بس الديد واللايف، ومرة حليت سقف واحد بالسيف برضو ديد ولايف، وقلت والله هنا كام؟ عشرة ادوار، فالحمل بيطلع الرياكشن زي ما هو من الإتابس على طول. طيب الرياكشن اللي طالع من السيف اقوم ضربه في كام؟ في عشرة، على اساس ايه؟ يبقى النتيجة واحدة. ما بتطلعش واحدة، بيطلع فيه اختلاف في النتائج، مع ان انا المتوقع ان النتائج تطلع واحدة، بيطلع فيه اختلاف. ليه؟ ان الفلسفة بتاعت توزيع الاحمال في البرامج مش بقى مثلثات واشباه منحرفات. انت زمان لما كان يبقى عندك سقف وعاوز تجيب الاحمال على الكاميرات، كنت بتقسم الباكيات لمثلث وشبه منحرف، وبعدين تاخد الكاميرا وتحلها وتجيب الرياكشنز وتعكسها. لا، الوضع مختلف. فقالوا ايه السبب في الكلام دوت، او عشان احل المشكله دهيت، قال لك ايه؟ شغل البلاطه كانها ممبرين. شغل البلاطه كانها ممبرين، يعني كانها ما لهاش مقاومه في البندنج. ما لهاش مقاومه فين؟ في البندنج. فلو عندي اف 1 1 واف 1 2 واف 2 2، اسيب دول بكام؟ اسيب دول بواحد. يبقى هي كان الاستفنس بتاعها في الممبرين كما هي. لكن اجي بقى على الام 1 1 والام 2 2 والام 1 2 واخليها واحد من 1000 1 من 1000 1 من 1000، ده معناه ايه؟ ان هي ما عادتش قادره تشيل مومنت، لان انا خليت الاستفنس بتاعت البندنج بزيرو، يبقى البلاطة مش هتشتغل، مش هتشيل مومنت، لكن هتشتغل كممبرين. فهنا الحمل بيتنقل صح للأعمدة بس. يبقى هنا الهدف ايه؟ انه بيقول لك انا في الإتابس مش بصمم بلاطات، فمش لازمني المومنت في البلاطة، انا لازمني ان الأحمال تتنقل من البلاطة للأعمدة صح. فعشان الأحمال تتنقل صح، اتعامل مع البلاطة كأنها ممبرين إليمنت،
وعليها لودز وملهاش مقاومه كبليت او كبندنج، فاقوم اصغر الايه؟ اصغر الاستيفنس. فواحد مثلا عاوز حاجه ما تشيلش تورشن، مثلا عاوز حاجه ما تشيلش تورشن، فيجي على المعامل بتاع التورشن ويخليه واحد من ألف، يبقى معناه انه اتلف الاستيفنس بتاعت التورشن، فبالتالي مش هيشيل تورشن، هيشيل مومنت بس، وهكذا. فانت عاوز تتخلص من الاريا، عاوز تتخلص من الماس، عاوز تتخلص من الويت، فتعالى قبل الموديفاير بتاع الماس وخليه بزيرو او بواحد في عشرة اس ناقص كذا. واضح قصة كلها في النهاية ان انت الموديفايرز الهدف منها انك تماثل او تحاكي الواقع، او انت عاوز شيء يشتغل باسلوب معين. عندي عمود في مبنى مش عاوزه يشيل، بس في نفس الوقت مش عاوز احذفه من المبنى، مش عاوز اعمل له ديليت ويبقى مكانه فاضي، عاوز اسيبه بس مش عاوزه يشيل. مش عاوزه يشيل ايه؟ نورمال. طيب ما اتخلص من الاريا مثلا، يبقى ملوش ستيفنس. عاوزه ما يشيلش مومنت، اتخلص من الانيرشيا. عاوزه ما يشيلش تورشن، اتخلص من الايه؟ من الستيفنس بتاعت التورشن وكده. واضح؟ كنت عاوز تسال. لا هو انت لو دخلت في يعني لو قريت في الايتابس، يعني هي الفكره ان انا لما بعتبرها من برين، هو هينقل اللود، يعني هم مظبطين البرنامج على كده ان ينقل اللود بالفلسفه بتاعه المثلث وشبه المثلث، واخد بالك؟ يعني هي بس فكره متظبطه داخل البرنامج لان اللود يتنقل باسلوب مختلف عن لو البلاطه بقى حصل فيها ديفورميشنز وكده، يعني كانه بيلغي بقى او بيخش في سكه تانية او ابروتش تاني. في ناس تانية ممكن ايه؟ ممكن يوصف البلاطه بقى نفسها من البدايه. لو انت دخلت في الايتابس في توصيف البلاطه نفسها هتلاقي يقول لك ايه؟ ديك ممبرين، يعني في توصيف ممكن يقوم بالمهمه ديت من غير انت ايه؟ ما تعملها يعني، بس تغير توصيف البلاطه. في اكتر من توصيف للايه؟ للبلاطه، ممكن نشوفه واحنا شغالين مع البلاطات وكده. عاوز بس اقول حاجه قبل ما انسى وبعدين اشوف الاسئله. ماشي، لو انا عندي بلاطه كده، انا بس عشان هو الموضوع مهم مش بسيط، يعني سهل جدا ان انا اخش واكتب اي رقم، فدي سهله، لكن هي المشكله ان انا عاوز افهم الموضوع وكده. فالموضوع يعني جدير ان الواحد يبحث فيه شويه، بس يدخل على البرنامج ويدخل في الموضوع شويه كده. لو انا عندي بلاطه، انا بعد شويه لما اجي ادخل احمال الرياح والزلازل، هعتبر البلاطه ديت حاجه اسمها ريجيد ديافرام. ريجيد ديافرام، الجي سايلنت. ديافرام ده يعني لوح، بس هنا لوح ايه؟ لوح افقي. ريجيد يعني ايه؟ ريجيد يعني الاستيفنس بتاعته تساوي تقريبا ما لا نهايه. بس انه استيفنس هنا بقى، انا بزقه بقوه افقيه وهو لوح افقي. فلو انا بسالك سؤال، انه استيفنس للوح ده تساوي ما لا نهايه؟ الان بلين ولا الاوت اوف بلين؟ يبقى الان بلين. الان بلين ستيفنس ليه؟ لان هو فعلا في الاتجاه الافقي كده ضخم جدا. يعني لو انت تخيلت انك هتقلب، يعني تخيل انا هرسم بلان كده، هرسم بلان وهرسم شير وول كده وشير وول كده، مفيش أعمدة، ودي أحمال الزلازل. ده بلان، طب عاوز أقلبه عادي، هي مسألة أفقية بس عاوز أقلبها أخليها في وضع رأسي عادي، يعني هي نفس المسألة بس أنا هرسمها في وضع رأسي. فيبقى لو أنا رسمتها في وضع رأسي هتلاقي ده سبورت
وده سبورت، وهنا لود، ودي دي الديب بيم. بس هي الفكره ان السبورت مش بوينت تحت، لا ده هو لاين ايه، لاين سبورت ولاين سبورت، والاحمال دي فيرتيكال فيرتيكال، يعني ده كده كان الحيطه هوريزونتال، واللود ده هوريزونتال، والوول دي فيرتيكال صح، ده لو ايه بيت يعني. لكن لو انا قلبت المساله، قلبت السقف، خليت السقف راسي، هتبقى الاحمال اللي عليه اتقلبت معاه بقت راسي، والسبورت اللي هو الشير وول، والشير وول كاني دي سمبل بيم، بس سمبل ديب بيم، فقويه ولا ضعيفه؟ قويه جدا. ليه؟ لان الدبس بتاعها ايه كبيره. فده انا بعد شويه بقول عليه ريجيد ديافرام، ريجيد في الامبلين في المستوى ريجيد، فلما بتاثر عليه بقوه افقيه بيتحرك اللوح كله كما لو كان حاجه واحده جسم، يعني 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 كل النقط بتمشي بنفس الايه، يعني لو انت رسمت كده الفيجن كده، ودي الحيطه ودي الحيطه، واثرت بالقوه كده، هتلاقي ده هيتحرك كده، ده مش هيتغير لانه ريجيد، هيمشي فقط، شكله مش هيتغير، هيمشي فقط لانه ريجيد، والجسم الريجيد لا يتشكل لكن يحصل له موشن، يتحرك. فلما بيمشي كل النقط اللي عليه بتمشي بنفس الايه، بنفس القيمه، يعني لو ديت مشت دلتا دي تمشي ايه ايضا دلتا، والا لو دلتا لا تساوي دلتا يبقى هو مش ريجيد. فايه اللي هيحصل للاعمده؟ كل الاعمده هو بيزق الاعمده، فالاعمده بتقاوم، فيتولد فيها مومنت ونورمال وشير. ففي الحاله ديت لو انت جيت في البلاطه، جيت في البلاطه بقى في الموديفايرز، وقمت حاطط الاف 1-1 والاف 2-2 والاف 3-3 وحطيت دول سي بربع ودي بربع ودي بربع، يبقى انت صغرت ايه الام بلين ايه، مش دول ممبرين، واحنا دلوقتي بنتكلم على الام بلين يعني الممبرين يعني. فلو انت صغرت دول ورحت في مكان تاني سميت ده ريجيد ديافرام، ده كله ملوش ايه، ملوش قيم، لان انت بتقول ستيفنس ربع الحقيقه، وانت في ناحيه تانيه بتقول له خد الستيفنس بما لا نهايه، يبقى الكلام ده ملوش ايه، ملوش قيمه. فخلي بالك لان ممكن تعمل حاجات ايه متعارضه وكده يعني. فموضوع الستيفنس موديفايرز ده من الموضوعات المهمه في الايتابس وفي السيف وفي كل البرامج، مش لازم في الايتابس والسيف بس، الموضوعات المهمه اللي محتاجه ان الواحد يقف جنبها شويه ويفهم يعني ايه ممبرين، يعني ايه بيندنج، ومين اللي يتغير ومين اللي يصغر وامتى يصغر وكده يعني. معلش انا هقفل وبعدين نجاوب.